الغث ويذكر السمين، يلعن الغث ويثني على السمين. التاريخ لا يكذب أبدا ولا يتجمل ولا يعرف المجاملات ولا المحسوبيات، لأنه كاشف للأجيال وكل إنسان يتحمل ما قدمت يده. عندي خبر مهم جدا، حاولنا نوصل لرئيس الحي العجوزة عشان نعرف منه صحة ما إن كان هناك محاضر قد تمت لنادي الزمالك فيما يخص عنصر النادي اللي تم تعليقه بالمخالفة للقانون، وقالوا لنا إنه هو لن يسمحوا بأي تجاوز للقانون. صورنا قدامكم ده السور اللي كان عليه مشاكل وتهدى أكتر من مرة، قدامكم مرفوع بنسبة غير قانونية، مما ينبئ بصدام ما بين الحي ومحافظة الجيزة ونادي الزمالك للمرة الثالثة والرابعة. تأكدنا أنه لم يحصل نادي الزمالك على أي موافقات بشأن بناء هذا السور الذي تم هدمه أكتر من مرة، وإحنا بننفرد بصور قدامكم. والناس في الحي قالوا إن القانون سينفذ على الجميع، نحترم نادي الزمالك، ولكنه لم يحصل على أي موافقات وأن إدارته تتحمل تبعيات هذه المخالفة الجسيمة. خمس أمتار زيادة على فكرة، متر واحد فقط ورفع عمدا إلى خمس أمتار، ده زي ما قالوا لنا في الحي من المفترض في متر اترفع خمس أمتار، الترخيص لمتر واحد وترفع لخمس أمتار. ده من الأخبار المهمة اللي احنا نتمنى ان يكون في توافق ووفاق ما بين إدارة الزمالك ومحافظة الجيزة وحي العجوزة، حتى لا يكون هناك مأساة أخرى والخاسر منها أموال نادي الزمالك وأعضائه العاملين.